يبقى سؤال صغير، انه أمينة رزق قالت لي انه النجمات الشبان النهارده ما عندهمش الالتزام الذي كنا في ناحياه زمان. وانا بسأل كمال الشناوي باعتبارك من جيل الريادة، ما رأيك في هذا القول؟ ما اعرفش، هو انا بقول ان الفنانين او المؤدين في الحقل الفني سواء السينما او التلفزيون متسرعين زيادة عن اللزوم، ما بيدوش للنص او الدور اللي هم هيمثلوه اهتمام كبير ومعايشة صادقة، بحيث ان هم يقدروا يترجموا ما كتب على الورق او ما داخل ما بين السطور وما بين الكلمات. يعني مش بس مجرد الكلام اللي هو هيتقال، يترجم هذا الكلام الى حقيقة، الى نبض، الى حياة. بقول انهم دولت معرفش في حاجة شغلاهم عن فنهم، حاجة شغلاهم عن فنهم، عن فنهم. انا بسأل محمود عبد العزيز بقول له ست أمينة رزق عملت معاك ادوار ايه؟ فقال لي انا كنت ابنها في فيلم العار. فلقيتني بسأله بقول له ما هو عار السينما؟ فقال لي عار السينما هو عار نفوس وليس فلوس. اسمح لي اعرف منك تعليق على هذه العبارة ووجهها له ايضا. هي السينما ما اعرفش، يعني بقول قول له، هو قول له يا محمود انا رأيي كذا. لا انا بقول له برضو يا محمود رأيي انا فعلا ان بالنسبة للسينما، السينما هي موجودة، بس عشان تترجم وتبقى يعني صادقة محتاجة فعلا الى ان النفوس من جوه تبقى انظف، عشان توصل الكلمة للناس لازم توصل من انسان من جواه صادق مع نفسه ومع غيره، حتى ان ده ينتقل الى الجمهور ويصدقه. لان لما بيكون الممثل غير صادق مع نفسه او في حياته مع الاخرين، عمر ما لو قال اي كلمة وحب يعني يحط فيها كل خضراته الفنية، ما اعتقدش انه ابدا يقدر يوصل ده الا اذا كان من داخله جوه صادق مع نفسه ومع الاخرين ونظيف. ونظيف.